ملينا وجينا المجلس البرلمان اللي مالنا هو التشريعي. اقول كبر همنا يا صاحب، شفت همنا نصيحه وماكو واحد يفتهمنا. خلص عمري وحياتي شفت همنا القهر والظلم والساسة عليه من 2003 ولحد الان العراق بفراغ بدون حكم، يعني كل من يريد هذا. تتوقع انه يجي اليوم اللي الشعب هو يحكم نفسه؟ اي لازم كل شيء وراه، بس ننتظر. اصبر ان الله مع الصابرين.